فينا الدعاء له للأسرة كلهم، وخاصة إنه ابنك، لأنه بس عشان حملة العلم مو بعد. أنا يا حبيبي ما حدا سأل، يعني أنا مش محل. لا مش محل. أنا مش محل. طبعا ابنها الله يرضى عليه. ما تركت، لأنه زي يمكن إنه إحنا الأسرة هذول بموت ميت موتة في اليوم، واللي بدو أنا بيكم يا صبايا. أنا فيكم شو نسوي ذاتنا؟ ناصر كتير كتير لما بشوف الجماهير الشعبية، يعني بشوف الشباب، بشوف هالفعاليات، أما تحكي لي على مؤسسات دولية، حقوق إنسان، سلطة من السلطة، هذول لا حياة لهم. أنت نادي ناصر إله سنة بعاني، ما حدا قدر يعمل له تسريح يزوره. بتعرف أخوه يعني ضحى وراء على برزلة عشان يزوره من غير تسريح، فللأسف هو عبر، كان هو ناصر في غيبوبة ومنعوه يزور كل إخوته سنة. حتى يعني أختي برضو عبرت تزور، برضو منعوها تزور ابنها. أنا أكتر إشي ما طلع بابني إذا الله رايد له إنه يستشهد عنا في بيتنا، عشان كل الشعب يحمله على أكتافه. ومنحكي كلمة للإحتلال، إحنا بدنا ابننا ناصر وهو حي، إحنا ما بدنا يميت. إحنا منتمنى اللحظات الأخيرة يعيش مع أمه، يحكي مع أمه، يشوف أمه، يشوف أخوته، يشوف أهله، يشوف شعبه قديش بحبه. إحنا كلنا مع ناصر. أوكي إحنا منحكي كلمة، مش قادرين نعمل إشي، بس مندعي لابننا ناصر إنه ربنا يطلع بالسلامة ويشفي ويكون بأحضان أمه أقل ما فيها تشوفه وتكتفي بالنظر إله. وإحنا جايين آسره ومنحكي إحنا معك يا ناصر، عمرنا ما بننساك، لو ما منكونش منتواجدش في لحظات ومنقصر، إحنا ما مننكر إنه في لحظات منقصر فيها، بس يكفي إنه دعواتنا لابننا ناصر، ومنتمنى له ربنا يشفي ويطلع بالسلام يكون في أحضان أمه.